السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم أخواني الرياضي. وصلنا الآن إلى النسخة 15 بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في خليج 15 اللي جرت في المملكة العربية السعودية في الرياض، وتحديدا على ملعب الملك فهد الدولي اللي كان استضاف بال88 لدى افتتاحه، أو النسخة اللي التاسعة عاد واستضاف النسخة 15. طبعا السعودية استطاعت الفوز باللقب في البطولة. طبعا البطولة جرت عام 2002، السعودية فازت باللقب ولكن بعد منافسة مع قطر. يعني السعودية آخر مباراة مع قطر يلا حسمتها، هاي الوحدة. إذا السعودية تحرز لقبها الثاني. كذلك من الأحداث الكويت والبحرين تساووا في كل في الأهداف وفي النقاط، في النقاط والأهداف طبعا، أول شيء النقاط بعدين الأهداف، على المركز الثالث والرابع. فاللجنة المنظمة قامت ولأول مرة في بطولات الخليج بإجراء قرعة ابتسمت للكويت اللي حرزت المركز الثالث، والبحرين صارت رابع بفارق القرعة. زين، الهداف العماني المعروف وقت ذاك هان الضابط أخذ جائزة هداف البطولة. زين، القطري جفار راشد أخذ جائزة أفضل لاعب في البطولة. الحارس السعودي محمد الدعيع استطاع أن يحرز للمرة الثانية على التوالي جائزة أفضل حارس مرمى في هذه البطولة. طبعا البطولة جرت في شهر يناير، شهر الواحد من العام 2002. تحياتي لكم.